بيضتين وعليهم الجزر وعليهم البقدونس وعليهم الدقيق وعليهم البهارات. وهنعمل النهاردة الوصفة الحلوة جدا اللي هتعجبكم. بس يلا نبدأ الفيديو كده ونشوف الوصفة دي هي ايه اللي احنا هنعملها. حطوا لايك واعملوا معايا اشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا نبدأ على بركة الله ونشوف الوصفة بتاعتنا عبارة عن ايه. يلا نبدأ كده ونقول بسم الله. عندي كوبايتين من كوباية واحدة من الجزر زي كده مبشورة بشر ناعم على العين الناعمة يعني، وبنزل عليها على طول ببيضتين زي ما هتشوفوا كده. ادي كده بيضتين على كوباية من الجزر المبشور، وعليهم نص كوباية من الشبت على الكزبرة فرماهم كده او مقطعهم كويس حتت صغيرة. عليهم بشرة طماطماية شايلة منها القشر وبشرها ناعم. عليهم نص معلقة كبيرة من الكمون ونص معلقة كبيرة من الملح، وعليهم 4-5 معالق كده من الدقيق، وعليهم نص كوباية من المية، وهنزيد شوية من المية لو احتاجنا. هنقلبهم مع بعضهم كده كويس كده. انا ضفت كمان نص كوباية من المية، يبقى كده ضفنا ايه مج من المية على المكونات اللي احنا شايفينها دي. خلاص كده خلصنا الخلطة بتاعتنا، هنركنها بقى على جنب ونشوف يلا هنعمل باقي الوصفة هنعمل ايه. جبت قرنبيطة كده كبيرة زي ما انتوا شايفين معايا، وهنعملها النهاردة بطريقة مختلفة شوية كده، فخليكم معايا لاخر الفيديو علشان تشوفوا هنعمله النهاردة بطريقتين، وان شاء الله هقولكم برضو ايه الطريقة الافضل فيهم اللي عجبتني واللي طعمها احلى. فهنقطع زهرات القرنبيط بالشكل ده. جبت القرنبيطة زي ما انتوا شايفينها هي كبيرة وحلوة كده. بننقي القرنبيط من السوق لما بيكون القرنبيطة كده تكون مليانة ومحشية بالزهرات وتكون الوردات بتاعتها بيضة، هو ده القرنبيط الكويس. انما اللي تلاقيه بعيد الزهرات بعيدة عن بعضها ما تجيبيهاش، دي بتكون ايه قرنبيطة مش حلوة، مش هتطلعي منها حاجة اصلا، هتلاقيها كلها عروق معاكي. هاخد القرنبيطة كده هفصص منها القرنبيط ده خالص، انا محتاجة منه ان انا اخد الزهرات بس، انا مش محتاجة العروق خالص في اي حاجة. فهخلي بقى العنوش دي كلها هشيلها كده بالسكينة، هخلي الزهرات بس يعني، انا حتى كل الكمية دي هتتفصص معايا وانا بطلع العنوش منها. هو ده اصلا انا محتاجة يبقى متفصص، مش محتاجة ان هو يبقى بالزهرة ماسكة نفسها، عشان هنعمله النهاردة بطريقة تانية غير القرنبيط العادي. لو عاوزين القرنبيط اللي احنا بنعمله العادي خالص ببيضة برضو واحدة، هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف او في اول كومنت لو انتم محتاجينه يعني، لو بتتابعوني من على الفيسبوك. زي ما شفتوا كده بعد ما غسلت القرنبيط كويس جدا تحت الحنفية، نزلت بنص معلقة كبيرة من الكمون ونص معلقة كبيرة من الملح، وحطيتهم كده في الحلة ونزلت عليهم بالزهرات ورفعتهم على النار زي كده. عاوزة اسلق القرنبيط ويكون بقى كده مستوي سوى حلو يعني، ما يكونش ني. فعندي القرنبيط كده اعرف ازاي ان هو استوى بالشوكة كده، وهتكي على الزهرة ان لقيتها خلاص بتترس كويس، او بايديا كده اتكي على العنش لو طرية خلاص يبقى كده استوت معايا. وهغسله تحت الحنفية كويس برضو جدا يعني كده من المية اللي اتسلق فيها. وبعد ما بصفيه من المية باجي بقى بجيب القرنبيط ده بفصصه قطع صغيرة خالص ناعمة، وهذا هتشوفوها معايا كده بعد ما خلص. زي ما انتوا شايفين كده بفصص خالص يعني ايه الزهرات الصغيرة دي خالص بخليها ايه سايبة من بعضها. لو في اي عنش برضو قابلني ولا اي حاجة بشيله بالسكينة عادي، عشان احنا محتاجين الزهرات الصغيرة دي بس. بعد كده بعد ما فصصته بالشكل اللي انتوا شايفينه كده معايا، نزلت على الخلطة على طول بالقرنبيط وبقلبهم مع بعضهم زي كده. حبيت بقى ان انا اضيف لها كمون او ملح او اي حاجة بضيف، كل ما بتضيفي كمون الكمون بيخلي بقى الوصفة معاكي حلوة، ما تبقاش ما تعملش انتفاخات. انتوا عارفين ان القرنبيط والكرنب بيحبوا الكمون الكتير. فادي كده زدتها بالملح، لقيتها محتاجة ملح، وحطيت لها كمان نص معلقة من الكمون
وهقلبها كويس، وهجرب واحدة على النار لو لقيتها بتتفصص من بعضها. انا جربت واحدة قبل دي لقيتها بتتفصص من بعضها كده، فضفت لها كمان 3 معالق من الدقيق ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر عشان قطر الدقيق ما يخليهاش تبقى كاتمة معانا، والبيكنج باودر هيخليها تبقى هشة كده وتبقى مفرغة من جوه. يعني اعتبرها كده انها زي قراص الطعمية، هتعملها قراص زي قراص الطعمية بالظبط. هنا كده كانت النار، انا كنت بجرب واحدة كانت النار كده لسه جديدة، فعشان كده اتشعفت بسرعة عشان يستوي معانا وياخد اللون الذهبي ويكون مستوي من جوه ومن بره. لازم نهدي بقى النار تكون وسط كده، لا هي تكون عالية قوي ولا تكون واطية قوي عشان ما يشربش زيت. لو واطية قوي هيشرب مننا زيت، عالية قوي هيتشعف وياخد لون ويكون ني من جوه. فاحنا هنخلي النار ايه وسط. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا يلا بقى حطوا اللايك كده وشيروه مع اصحابكم عشان يوصل لكل الناس. اول ما خد معايا اللون الذهبي زي كده هبدأ اقلب الارنبيط بالشكل ده. هنعمله بقى زي ما قلت لكم بطريقتين، ادي طريقة الاقراص اللي هي زي كده، وهنطلعه كده اول ما خد معايا اللون الذهبي الحلو اللي انا محتاجاه. هنعمل بقى ايه باقي الكمية في صينية زي كده، هندهنها بالزيت اول حاجة كده، وهنفرد فيها بقية الخلطة. لو حابين تضيفوا البيض اكتر من بيضتين مفيش اي مشكلة، البيض اللي انت عاوزة تزوديه كل ما هتزودي فيه هيحل معاكي الخلطة اكتر. ولو انت اللي هتحطيه في الصينية برضو حبيت تزودوله البيض هيبقى زي العجة كده مفيش اي مشكلة، هيبقى حلو. هفضي كل الكمية، بس انا هقول لكم بقى الوصفة فعلا اللي في النهاية عجبتني او اللي عجبت اغلب اللي كانوا منها كمان وكده، هي الاقراص. الاقراص كانت طعمها احلى من اللي في الصينية. طبعا الاكل اذواق وكده فانتوا جربوا بقى الحاجة اللي انتوا تلاقوها مناسبة بالنسبة لكم. ده كده بس هو كل الحكاية ان هو موفر في الزيت كده، وكمان يعني لو حد عاوز ياكل حاجة من غير زيت وكده. هنسويه في الصينية بالشكل ده وننزل عليه بشوية من الجبنة على الوش بس كده، ونشغله نشغل الشواية على الوش بعد ما هنحط الصينية على الصاج من تحت في الفرن على درجة حرارة 200، واول ما تبدأ خلاص قربت تستوي هنشغل الشواية شوية عليها، نرفعها على الشبكة لحد ما تاخد اللون اللي هيطلع معانا ده. ولايك وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.